السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو عملية الموديلينج والكنترولينج للبروبيلر بندلوم سيستم. إذا الأوتلاين مال الفيديو مالتي راح يكون بالشكل التالي. إنه أنا عندي فت فيزيكال سيستم، وهذا الفيزيكال سيستم اللي هو البروبيلر بندلوم سيستم. فأنا على مود أبلش أشتغل هذا السيستم وأفتهمه، فأحتاج أبني الموديل الرياضي مالته، فأحتاج الموديلينج. الموديلينج هو عملية تحويل السيستم من real system إلى معادلات تمثل هذا السيستم. فإذا نحن نحتاج نطلع differential equation من هذا السيستم، ورا ما نطلع differential equation أما نبني الموديل الرياضي باستخدام الترانسفير فانكشن أو باستخدام الستيت سبيس. طبعا هذا السيستم هو non linear system، فأنا بالنسبة لي أحب أبني عن طريق الستيت سبيس موديلينج. ورا ما احنا بنينا الموديل الرياضي راح نسوي عمليه اناليسيس. طبعا عندنا انواع من الاناليسيس، ممكن نشتغله فريكوانسي ريسبونس او تايم ريسبونس. انا راح احاول اشتغله تايم ريسبونس، راح احاول انطي ستيب ريسبونس واشوف شو ممكن يتصرف هذا السيستم وهل هو اوكي او لا. طبعا وبعدين راح نصمم له سلايدنج مود كنترول، راح نصمم له سلايدنج مود كنترول. كل السيميوليشن راح يكون عن طريق الماتلاب، راح نستخدم السكريبت الاو دي اي 45. فهذا هي ملخص لهذا الفيديو. راح نبلش بالسيستم ديسكريب. سيستم ديسكريبشن انه احنا عندنا البروبيلر بندلوم سيستم هو عباره عن بندلوم عادي، اللي يعني دارس السمبل بندلوم العادي. بالسمبل بندلوم العادي عندي التورك او القوه هي هنا موجوده بهذا الـ يعني خلينا نقول البوفيت، وعندك هنا موتور، الموتور يحرك البندلوم بالزاويه اللي انت تريدها. بالبروبيلر بندلوم سيستم لا، هو انفيرتد بندلوم سيستم كونزيست اوف بروبيلر اتاتشد تو ا موتور. عندك هنا مثل المروحه، وهاي المروحه بها موتور، فمن تفتح حتولد تورك. هذا التورك هو اللي يحاول انه يصعد البندلوم هذا ليفتد اب. فاذا افتر ابلاي الفولتج يو للموتور، البروبيلر راح تبدي سبينز تفتر وجنريت تورك. هذا التورك اللي راح يتولد اللي هو راح يحاول شو يسوي، يدفع البندلوم نحو الاعلى. فاذا الفرق ما بين السمبل بندلوم انه احنا عندنا الموتور هنا والتورك هنا يكون متولد اللي هو يحاول يحرك البندلوم، هنا لا، التورك عندي هنا عن طريق هذه البنكه، هاي المروحه، وتحاول هي تصعد لي هذا البندلوم. فاذا الكنترول فاريبل، الكنترول فاريبل يعني خلينا نقول الاوتبوت مالتي هي الثيتا، الانجل هاي، انه انا اريد احرك هذا بزاويه معينه. والانبوت مال السيستم هو الفولتج اللي داخله للموتور اللي دا يحرك ويولد التورك. فاذا ورا ما عرفنا وافتهمنا السيستم، نحتاج نبني الموديل الرياضي مالته اللي هو قلنا عن طريق الدفرنشال اكويجن. راح نستخدم قوانين نيوتن اللي تقول لي مجموع العزوم التورتس بهذا الاتجاه اللي هي خلينا نقول بهالاتجاه هذا اللي هي جايه من السيستم نفسه، تساوي العزوم الخارجيه اللي هي الاوتبوت الاكسترنال اللي هو جايه منين؟ جايه من البروبيلر، جاي من الموتور اللي هنا. فقط عندنا احنا يعني اذا نعتبر انه وزن السيستم مالتنا كله متمركز بهاي النقطه، وهذا التورك يعني خلينا نقول من نجي نحله عندك بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، احنا اللي نحتاجه بهذا الاتجاه. فاذا مجموع هذني العزوم لازم شو يساوي لنا؟ التورك اللي جاي منين؟ من الموتور. وايضا بدنا نفرض بانه التورك هذا من جاي؟ جاي من ثابت كونستانت مضروب بالفولتيه اللي داخله. طبعا هذا يعتمد على حسب الموتور المستخدم وهي الفولتيه داخل السيستم. فمن نجي نعوض هذا بالتورك راح يطلع لنا انه الثيتا دبل دوت هي هذا هو القانون مالته. طبعا انا ما راح ادخل بتفاصيل بناء الستيت سبيس والدايناميك موديل لان انا شرحهم في فيديوهات سابقه، انا بس حاول دا احاول احط كل هاي المعلومات سويه على مود نوصل الى فد مثل ما نقول فد يعني سيستم كامل، ناخذ سيستم كامل نبني الموديل الرياضي مالته ونشتغله بالماتلاب وننطيه الستيب ونصممه للكنترولر. فاذا احنا دائما من عندنا السيستم دائما ناخذ الاعلى ديفرنشال اكويجن، يعني اعلى اوردر مثلا هذا سكند المشتقه مرتين، فهو هذا اللي يهمنا احنا اللي نوصل له. الان راح نبني الستيت سبيس. الستيت سبيس احنا بما انه عندنا السيستم عندنا ثيتا يعني الثيتا والثيتا دوت، هذين هنا التو ستيت اللي تمثل لي السيستم هذا. فاذا راح اجي اول شيء اقول انه الاكس 1 هو الثيتا الستيت الاولى، فاذا الاكس 1 دوت هي الثيتا دوت بالمنطق اللي هي راح اعتبرها اكس 2. فاذا راح يكون عندي الاكس 2 دوت اللي ايش راح تمثل؟ الثيتا دبل دوت اللي هي هذا قانونها. فقط راح اعوض بدل ثيتا دوت من هي بدل ثيتا دوت اللي هي الاكس 2 وبدل ثيتا اكس. فاذا صارت عندي هاي الستيت سبيس انه هنا عندي اللي هي مشتقه الستيت، وهنا عندي فقط الستيتات مالتي، هاي الستيت الاولى
اللي هي يعني قصدي هاي مشتقة الستيت الأولى اللي هي تستوي X2، وهاي مشتقة الستيت الثاني اللي هي تمثلها هذا القانون مالته. فهذا هو الستيت سبيس اللي يمثل السيستم، وطبعا هذا السيستم قلنا نون لينير لأن يحتوي على ساين. الآن على مود نبني الموديل الرياضي مالته ونسوي له سيميوليشن بالماتلاب، طبعا أكيد نحتاج قيم المومنت اوف انيرشيا والدامبنج والكتله مال البروبيلر والاكسلريشن يعني والديستنس اللي نحتاجها احنا الدي والكونستانت مطر، هذني القيم موجوده عندنا هنا. اذا كل اللي راح نسويه انه احنا راح نروح على الماتلاب وراح نستخدم الاو دي اي وراح نسوي له عمليه اناليسيس. احنا بالاناليسيس ايش عندنا؟ عندنا راح نعطي التايم ريسبونس اللي هو قلنا احنا التايم ريسبونس راح نستخدم الستيب انبوت. فبالستيب انبوت احنا اي سيستم من نعطي ستيب انبوت هو بمقطعين، مقطع الترانزيت ريسبونس والستيدي ستيت. بالترانزيت احنا شنو اللي يهمنا؟ يعني نريد نفحص السيستم هل هو اوكي لو مو اوكي، هل هي البرفورمانس مالته يتناسب ويا ما نريده او لا. فبالترانزيت ريسبونس احنا اللي يهمنا شنو؟ اللي يهمنا انه السيستم ما يصير بي اوسيليشن، لا اوفر شوت لا اندر شوت، وايضا السيتلنج تايم يكون قليل. هاي المواصفات اللي نطمح الها في فترة الترانزيت. في فترة الستيدي ستيت انه نطمح انه ما عندي ايرور ستيدي ستيت، يعني مثل ما انطي انبوت يطلع لي اوتبوت. طبعا المتوقع بانه السيستم اما يكون بي اوسيليشن او يكون على شكل سموث، يعني حسب ايضا نوع السيستم ونوع الدايناميك مالته. فاذا اللي راح نسويه انه راح نروح على الماتلاب راح نبني الكود باستخدام الاو دي اي 45 و يعني نسوي سيميوليشن للسيستم مالتنا. هسه راح نيجي على الماتلاب، طبعا انا كاتب الكود كله فبس راح ننفذه ونشوف شلون راح يطلع الدايناميك مالته. الكود هو عباره عن بالبدايه سي ال سي على مود يمسح لي الشكو بالكوماند، كلير اول حتى خاف اكو هنا بالورك سبيس قيم يمسحها، كلوز اول حتى يمسح لي شكو ويندو مفتوحه. هذا زمن السيميوليشن انت تقدر تتلاعب بيه، ابدي من الصفر. هذا السامبلنج تايم مالتي، هذا زمن شو وقت ينتهي. هاي الانيشال كونديشن مالتي، طبعا احنا عندنا تو ستيت قلنا اللي هي الاكس 1 والاكس 2، فانا بالبدايه افرض انهن صفر. وهذا هو الاو دي اي 45 دا اصيح السيستم اللي هو موجود هنا لو راح نشوفه، ودا انطي الزمن دا انطي الانيشال كونديشن. هنا أنا فقط دا نرسم الاكس 1 دا نرسمها ويا الزمن، وهنا أنا ايضا دا نرسم الاكس 2 اللي هي هنا أنا طبعا الاكس اللي هي تمثل لنا الثيتا والاكس دوت تمثل لنا الثيتا دوت او السرعه الزاويه. السيستم مالتنا لو نجي عليه مثل ما قلنا هاي القيم احنا ماخذيها من اللي هنا كانت موجوده اللي هي قيمة الكتلة وقيمة الهاي، القيم هذه كلها هي موجودة هنا، فاحنا فقط دخلناها هنا. الاكس ار هذا يمثل لي الديزاير مالتي، فانا اريد البروبيلر هذه من تشتغل يتحرك تحرك هاي الثيتا بواحد راد، يعني فقط درج يعني واحد راد، لان احنا هنا نشتغل بالراد. فهذه فقط الانبوت مالتي يعني كانما فقط واحد. حاليا اليو ما عندي اي كنترولر، فاذا هي قبل هذا اسمه الاوبن لوب، يعني الانبوت نفسه راح يكون هو اليو. هذه هي التو ستيت مالتي مثل ما قلنا هنا احنا لو نجي نباوع، احنا قلنا الاكس 1 دوت هي الاكس 2، فاذا هذا هو الاكس 1 دوت يساوي لنا الاكس 2، وهاي الاكس دوت الاكس 2 دوت هاي المعادلات مالتها، يعني هاي المعادله اللي تمثل لي هذه المعادله. فهذا هو السيستم عندي السيميوليشن مالته هاي البارامترات والى اخره. هذا هو اللي نحتاجه احنا، نحتاج هنا نصيح للكول نصيح الاو دي اي، وهنا عندنا الاو دي اي. فلو نجي ننفذ طبعا حاليا، لو اجي انفذ السيستم حاليا فهذا هو الريسبونس اللي طلع لي، هاي هي الثيتا وهذه هي الثيتا دوت. فمثل ما تشوفون انا اعطيت ستيب انبوت، يعني المفروض البندلوم مالتي المفروض من اشغل الموتور وانطيه 1 فولت يصعد بمقدار 1، يعني الدرجه مالته هذه تكون 1. فمثل ما تشوفون السيستم طبعا ما مستقر على واحد، فبي ايرور ستيدي ستيت وايضا بي اوسيليشن. هذا طبعا اوبن لوب بدون اي كنترولر. طبعا اكثر شيء حاليا متاثر به السيستم اللي هو الدامبنج، يعني احنا لو نريد نعرف هو شنو الدامبنج، الدامبنج اللي هي الاعاقه اللي تعيقه، يعني مثلا لو تلزم ايدك تحط ايدك هنا اكيد طبعا لو الموتور يريد يدفعه وانت حاط ايدك اكيد ما راح يتحرك. فالدامبنج هي الاعاقه اللي تعيق السيستم مالتي. حتى اتاكد شوف هسه لو اقلل الاعاقه، شوف راح يعني سوري ازيدها، راح تشوف انه السيستم مالتك حيصير سموث باوع كانه مميت. شوف ايش راح يصير، ما بي اوسيليشن. ليش؟ لان انت قاعد تعيقه، ما قاعد تخليه يتحرك. الموتور ده يشتغل الواحد الستيب اللي هي 1 فولت اللي انت اعطيته للموتور، والموتور ده يحاول يشتغل. لكن المشكله وين؟ المشكله بانه انت اكو فد اعاقه، مثلا حاطه بمي، حاطه بسائل هواء عكسه، اكو فد اعاقه ما قاعد تخليه ياخذ راحته بالحركه. ونفس الشيء في حاله لو احنا لا نقلل، مثلا شوف هسه انا راح اقلل الدامبنج،
راح يشوف السيستم لا راح يصير بيه اوسيليشن اكثر. ليش؟ لان انت قللت الاعاقه، فكانما ايش يصير هسه عندك انت الموتور هذا دي يشغله دي يصعد وينزل دي يصعد وينزل دي يصير بيه اوسيليشن. فهذا هو السيستم مالتنا والاناليسز مالتنا، يعني هذا اللي هو احنا قاعد نسوي اناليسز للسيستم مالتنا. هسه راح ننتقل الى تصميم للسلايدنج مود كنترول، نشوف شو ممكن احنا باستخدام السلايدنج مود كنترول راح نحسن البرفورمانس مال السيستم. طبعا هذا السيستم نون لينير، فافضل كنترولر له هو راح يكون السلايدنج مود كنترولر. راح ننتقل الان لتصميم الكنترولر اللي هو السلايدنج مود كنترول. طبعا اني السلايدنج مود كنترول ايضا شارحه بالتفصيل بالقناه مالتي، فما راح ادخل بتفاصيله بشكل عميق جدا. ببساطه السلايدنج مود كنترول فلسفته انه اي سيستم من يبدي من فد انيشال كونديشن معينه، طبعا احنا نقصد على سيستم سكند اوردر، اي انه انت عندك هذا الاكسس يربط ما بين الستيت والمشتقه مال الستيت هذه. فمثلا بالكيس مالتنا احنا هسه حاليا احنا عندنا الايرور ومشتقه الايرور، هذا هو اللي بدنا نتعامل وياه. فالايرور اكيد هو ده يبدي من فد انيشال كونديشن معينه، واحنا وين نريد يوديه؟ نوديه للصفر، هذا الديزاير مالتنا اللي نوصلها. ففكره الستايدنج مود انه يقول لك اي انيشال كونديشن موجوده انت ما تريدها، كل اللي نريد نسوي انه ناخذ هاي الانيشال كونديشن نسقطها على فد سلايد سيرفس، نسقطها على سلايد سيرفس وتتزحلق، ويسمع على سلايدنج مود تتزحلق لحد ما توصل للاوريجينال اللي احنا نريده اللي هو الصفر. اذا احنا على مود نسوي هاي الخطوه نحتاج شغلتين، الشغله الاولى نلقي هذا السلايدنج سيرفس اللي راح يتزحلق عليه الستيت مالتنا ويوصل للاوريجينال، هاي الخطوه الاولى. والخطوه الثانيه نلقي الريتشنج مود، الريتشنج لو اللي هو اللي راح يجيبه ويبقيه على السلايدنج. اذا نريد شلون نجيبه وشلون نوجد هذا السلايد. فاذا هو عباره عن الكنترول لو اللي هي بها فكرتين، الفكره الاولى انك انت يعني توجد ايجاد هاي اليو، فلسفه السلايدنج مود هي جايه من خلينا نقول يعني كومباين او تو فيزز، فيز الديزاين مال السلايدنج سيرفيس والريتشنج مود. فراح نبدا احنا بالسلايدنج سيرفيس. احنا قلنا الان هنا هذا الاي وهذا الاي دوت، فاذا السلايدنج سيرفيس مالتي، وايضا انا هذا قلت لكم شارحه بالتفاصيل بالقناه مالتي اللي يريد يشوفها، انا ما راح ادخل بتفاصيلها. السلايدنج سيرفيس مالتي راح اقول هو عباره عن الاي دوت زائد اي، هذا ثابت الكونستانت اللي يمثل هذا الميل مال هذا المستقيم، اي دوت زائد اي كونستانت مضروب بمن؟ بالاي، اي دوت زائد اي. فاذا هذا الاي هو عباره عن التيوننج باراميتر، هذا يتلاعب لك بالشيب مال ريسبونس مالتك، انت شلون تريد السيستم يستجيب، سريع سموث بي اوفر شوت ما بي اوفر شوت. فاذا اللي دي يتلاعب هذا الموضوع وحده من عندهن اللي هي هذا التيوننج مالتك اللي هو الاي. فاذا الاي هو عباره عن الفرق ما بين الديزاير اللي انت تريده والاكس 1 الستيت مالتنا الاولى اللي هي الثيتا. ف ايش راح نسوي الخطوه اللي وراها؟ اول خطوه نعرف السلايدنج سيرفيس، واحنا هنا نشتغل ايرور تبع عليه. هسه الخطوه الثانيه راح ناخذ الفيرست ديريفاتيف مال هاي السلايدنج سيرفيس، يعني الاس دوت راح تكون الاي دبل دوت، هذا كونستانت وهذا حيكون اي دوت، اذا حتكون الاي دبل دوت اي اي. فمن نجي نعوض الاي دبل دوت فمعناها الاكس دي دبل دوت ناقصا الاكس 1 دبل دوت، والاكس 1 دبل دوت هو من هو؟ هو الاكس 2 دوت، صح ولا لا؟ لان هذا من اشتقى يطلع لي الاكس 2، من اشتقى ثاني مره يطلع لي الاكس 2 دوت، زائدا الاي اكس دوت ناقصا الاكس 2. ليش الاكس 2؟ لان هو الاكس 1 من اشتقى ايش يطلع لك؟ الاكس 2. فاذا هذا هو مشتقه السلايدنج سيرفيس. احنا شو نريد؟ احنا نريد اليو، بس نريد اليو توجد بالمعادله. مين راح نجيب اليو؟ هذا هو اصلا ثابت احنا بحياه يعني بالشغل مالتنا حاليا، لان هو الديزاير مالتنا احنا حنعطي ستيب انبوت، فانت من تشتق الكونستانت يساوي صفر، تشتق ثاني مره هو اصلا صفر، تشتق ثاني مره هم صفر، فاذا هذا هو في شيء صفر يعني. بس هنا عندنا الاكس 2 دوت، هذا ايش راح نسوي؟ راح نجيب الدايناميك مالتنا مال السيستم اللي بالبدايه احنا من طلعنا الاكس 2، وهذا راح نجيب نعوض الاكس 2 مالتنا اللي هو الدايناميك مالتنا. الاكس دي هذا ايضا حيصير صفر، والاكس 2 هذا الستيت مال السيستم ما عندنا اي مشكله. فاذا ورا ما راح نجيب الاكس 2 هذه ونعوضها بالسيستم مالتنا، راح يكون عندي بالشكل التالي. واخر شيء عندي انه اني راح اخلي هذه ضمن خلينا نقول معادله رقم واحد، هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي الاس دوت اللي هو مشتقه السلايدنج سيرفيس. هسه انتبه علي الان، مشتقه السلايدنج سيرفيس هذه لازم حتى نضمن انه هذا يصير يعني يوصل للسلايدنج، لازم هذا يساوي ويا من؟ ويا الريتشنج مود. فنجي على الريتشنج مود، من هو الريتشنج مود مالتي؟ هاي معادله تضمن لك بانه هذا السيستم مالتك دا يتزحلق على
السلايدنج هذا، وما يعني مثلا ما يكمل من هنا او من يصعد ما يصعد فوق. فالريتشنج مود او الريتشنج لو اكو عده قوانين بالسلايدنج مود يستخدموها. انا بالنسبه لي استخدم يصحوا لها الباور ريت ريتشنج مود، هاي انا اختار، هاي انت تختار الريتشنج مود اللي تعجبك. اكو عده انواع، انا دائما اختار الباور او يصحوا لها البارشال باور ريت ريتشنج لو، هاي اللي استخدم، اللي هي عباره عن كونستانت مطلق الاس ومرفوع الاس لمدا وساين اس. فمن نجي احنا الساين يعني انه ياخذ فقط الاشاره مال الساين، والكي هذا عباره عن ادجستد بارامتر ايضا تيونينج، والجاما هذه ايضا هي ادجستد بارامتر بس هي بين الصفر والواحد. فاذا هذا ايضا هو سيلكتد باي ذا يوزر، انا اختار هذا. وارجع واقول لك ارجع للفيديوهات مالتي راح تشوف الفرق بين هذه وبين باقي الريتشنج لو اللي موجوده عندنا. هذه تتجنب الشاترين، ما تسوي لك شاترين. فاذا ورا ما اختارينا هاي الريتشنج لو، هذه اللي هي شو تمثل؟ تمثل ايضا الاس دوت اللي هي الفيرست دراتيف، فحيساون هاي معادله 2 ويا معادله 1. نساوي معادله 2 بمعادله 1 فراح تصفى لنا هذه المعادله ورا ما نساويهن، انه هذا راح يساوي باللي كان موجود بالسلايد اللي قبلها. فاذا من هاي المعادله احنا كل شيء عندنا، ما عندنا مشكله، كله موجود، فقط اللي نحتاجه هو اليو. فاليو راح يمثل يعني من نطلع اليو راح تمثل ان هذه هي معادله اليو. فانت لو تصمم لي يو بهاي الطريقه راح اضمن لك انه السيستم مالتك ستيبل. بقى شلون هو يوصل للريسبونس يعني يوصل للستيب انبوت شلون دايناميك مالته، يعتمد على التيوننج بارامتر اللي هو الاي الكي والجاما اللي عندك انت هنا، هذني التيوننج بارامتر اللي خاصه وين بالسلايدنج مود. لكن هو يضمن لك الاستقراريه، هو يضمن لك الاستقراريه، ولكن يبقى ذني التيوننج بارامتر ان اللي يحدد شلون انت راح تسوي الريسبونس مالتك. فاذا ايضا راح نروح للماتلاب اللي راح نسويه هسه، راح نشوف شو راح يصير الريسبونس مال السيستم ويا السلايدنج مود كنترول. طبعا الكول مثل ما كانت هنا بالاوبن لوب ما عندنا اي مشكله، فقط بدل ما كنا نصيح السيستم يعني نصيح الاو دي اي سيستم، هسه راح نصيح السلايدنج مود ويا، بس كل البارامترات الباقيه نفسها ما عندنا مشكله بيها. الريسبونس مالتك طبعا احنا هنا كنا راسمين الحد ال 15، هنا انا مثلا ممكن خلينا نرسم الحد 10. هذني الستيتات مالتنا اللي هو قلنا ثيتا وثيتا دوت انيشال كونديشن صفر، هنا بدنا نصيحه، هنا فقط بدنا نرسم الاكس وبدنا نرسم الاكس دوت. من نجي الان على السلايدنج مود، فشنو اللي عندنا الاختلاف؟ بالشكل التالي، هذا السيستم والباراميتر مالته ما عندنا اي مشكله، نفسه ما اختلف شيء. اللي اختلف عندنا الان اذا تتذكرون هنا كان اليو هو نفس الانبوت اللي كان اوبن لوب، هنا اليو لا. اولا راح نجي نعرف البارامترات اللي خاصه بالسلايدنج مود. هذني منين جبناهن القيم؟ هذني تراي اند ايرور، انت تحاول يعني تظل تغير. هسه راح اشوفكم انا راح نغير قيمهن ونشوف شلون هذني يتلاعبن بالريسبونس مال السيستم مالتك. احنا قلنا الاي والكي وهاي البي بي اللي تمثل لي الجاما اللي هو الاس مرفوع الجاما، كان هاي هي تمثل لي الجاما. هاي هي السلايدنج سيرفيس مالتي اللي هي هنا، احنا مو جينا قلنا اول شيء سيلكت سلايدنج سيرفيس، كانت اول خطوه عندنا هنا، كانت اول خطوه اللي هي هذه السلايدنج سيرفيس مالتي. طبعا ورا ما تفتح الاي دوت والاي فراح تصفى لك، ونرجع ونقول احنا عندنا يعني الديزاير مالتي، يعني تجي هنا انت الاكس دي هي واحد، وال شو اسمه والمشتقات مالتها صفر طبعا يعني كونستانت عندي انا يعني. فاذا انا عندي هنا الاكس ار ناقصا اكس 1 والاكس 2، هذا هو السلايدنج سيرفيس مالتي. هذه هي اليو نفسها اللي اليو اللي هي بالاخير هنا طلعناها، هذه هي اليو مالتي ما عندنا اي مشكله بيها. هذه من تجي تشوفها راح اشوفها هنا موجوده نفسها، ماكو اي مشكله، هاي هي والقيم مالتها. فهذه هي اليو وهذه هي السلايدنج سيرفيس، وهذا هو الدايناميك مال سيستم مالتي نفسه، ما تلعبت ولا غيرته. الان لو نجي الان ننفذ، راح ننفذ الان السيستم ويا السلايدنج مود، راح تشوفون هذا هو الريسبونس مالتي. يعني شوف الاوبن لوب، تذكرون من نفذنا الاوبن لوب، هاي من كنا ننفذ الاوبن لوب، من نفذنا هذا الاوبن لوب وقلنا السيستم بي اوسيليشن، وقلنا اعتمدنا حتى لعبنا بالدايناميك اوفيشن غيرناه. خلينا نرجع على حالته الاولى، هذه هي السيستم بالاصل، هذا هو الاوبن لوب السيستم بدون اي كنترولر. احنا كنا انطينا الستيب واحد، اي انه احنا كنا نريد البندلوم مالتي يصعد بمقدار واحد راد، فهنا هو اصلا ما صعد على الواحد راد، يعني تقريبا 0.3 استقر، وايضا بي اوسيليشن. هذا السيستم مالتي ويا السلايدنج مود كنترول مثل ما تشوفون.
صعد لواحد واستقر. زين، هسه من نرجع نشوف شنو تأثير قيم ذني. مثلا راح أقلل قيمة الـ A، راح أخليها 5، راح أخزن، راح أشوف إنه السيستم مالتي ايش راح يصير بيه. شوف تأثيره جدا قليل، لأن هو السيستم يبقى مستقر، يعني اكو تأثير لكن قليل جدا. لو أجي الآن مثلا أيضا أغير الـ K وأسوي أيضا 5، ففكرة السلايدنج مود كنترول انه انت من تسوي تيونينج شوفوا تأثيره جدا قليل. هو اوكي مستقر، يعني ما راح كل شوية يأثر لك هذني التيونينج بارامترات بالسيستم مالتك. ايضا هذا لو نجي نغيره مثلا نسوي فيت بوينت 6، فمثل ما تلاحظون انه السيستم مستقر، وهاي التيونينج بارامتر تأثيرها جدا قليل. يعني لو نرجع مثلا نسوي 15 15، يعني ما راح نشوف، بس بتلاحظون شوف السيستم صار اسرع، السيستم صار اسرع. طبعا هنا كل ما يزيد كل ما افضل، لكن حيوصلون الفت قيمه بعد تحس ما لها تاثير اكثر. فهذا كل ما حبيت اشرحه بهذا الفيديو، ان شلون اخذنا السيستم اللي هو البروبيلر وهو نون لينير، بنينا الموديل الرياضي مالته، حاولنا نشيكه بالاوبن لوب وشفنا شنو المشاكل مالته، صممنا له السلايدنج مود كنترول ونفذناه ويا السلايدنج مود كنترول، وشفنا انه السلايدنج مود كنترول قادر على ان يعني يحصل لنا البرفورمس، يحسن البرفورمس مثل ما نريد احنا، على الرغم انه السيستم نون لينير ما عانينا. لو انت عندك تبي تصمم بي اي دي، راح اشوف ان البي اي دي لا التيوننج مالته مهم جدا، يعني لانه سيستم نون لينير وتيوننج بالبي اي دي اللي هو لازم تستخدم طريقه اوبتمايزيشن، يلا تقدر تحط له البي اي دي كنترولر. احتمال يعني في فيديوهات سابقه اني راح اشوفكم شلون ممكن نصمم البي اي دي، ولازم نسوي عمليه تيونينج للبي اي دي على مود نصممه للسيستم. بس حاليا شكرا جزيلا لكم.